ابتكارات متنوعة عرضها حاملو المشاريع على المستثمرين، فهو بالنسبة لهم تحدي لإقناع المستثمر بابتكاراتهم بهدف تجسيدها على أرض الواقع. فيما يخص مشروع استخلاص الكيراتين من ريش دواجن، يخدم زوج فئات، ألا وهما لي بروديكتور فارماسيوتيك لي بروديكتور بارا فارماسيوتيك. ولا نحتاجو لو فينانسمون بيان سور باش نديمارو لو بروجي تاعنا على المدى القريب ان شاء الله. احنا كمستثمرين جينا نشوفوا المشاريع اللي يقدروا يقدموهم لنا حاملي المشاريع اللي هم هنايا، الى درسناه وشفنا باللي هذا المشروع مليح وفيه فائده، نبداو. الحاجه الاولى هي نشوفوا القيمه تاع الاستثمار اللي يكون فيه، ونديروا من بعد نديروا وثائق ونبداو في المشروع. اليوم عندنا 10 مشاريع رايحين يتقدموا لنا، يعني 5 مشاريع الاولى سمعناهم، يعني المستثمرين اظن انه كاين مشاريع يعني عجبوهم كثير، مشاريع جد يعني ملاح. ولأن المجال كان حول البيطرة فالعروض كانت ملفتة ومهمة. المشروع اللي لقيناه كان مشروع وهو ثمرة لعدة سنوات من العمل، هو استعمال قشور الرمان كمضاد حيوي، كمضاد حيوي طبيعي، سواء في ضد يعني في الصحة، صحة الإنسان، أو كذلك في صحة الحيوان. المشروع تاعي donc concerne la production d'embryons in vitro, c'est le janin. On le produit artificiellement, donc خارج من الرحم تاع البقرة. L'intérêt تاع هذا le projet هذا, c'est augmenter numériquement le cheptel caprin, c'est-à-dire le cheptel pardon bovin à l'échelle nationale. هي علاقة متكاملة، فبالنسبة لحاملي المشاريع اللقاء فرصة للذهاب بعيدا بهذه الإنجازات، فالمستثمر هنا يكون الدافع والحافز لخروج المشروع في شكله النهائي.